ونبقى مع تعاطي مصر مع التطورات الحاصلة في قطاع غزة، حيث تواصلت حملات التبرع بالدم بمحافظات الجمهورية كافة لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. وتحت شعار كتفنا في كتف أهلينا في فلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة في كافة محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، وتضم هذه القافلة أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.